مشاهدينا، وللوقوف على آثار الانبعاثات الحرارية ودورها في تغير المناخ والأضرار المترتبة عليها، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان أستاذ علوم المياه بالجامعة الأردنية الدكتور إلياس سلامة. مرحبا بكم دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا فيك. إلى أي مدى ترى دكتور أن الثورة الصناعية هي من أسست للخطر البيئي الذي يعيشه العالم اليوم؟ هي بداية الأمور اللي ابتدأت تتردى فيها أحوال الجو والمناخ هي مع بداية استخدام الأحفور، الوقود الأحفوري بشكل مكثف. في البداية بالطبع هو الفحم الحجري، ومن ثم البترول والمشتقات النفطية بشكل عام والغاز. نعم. هذا بدأ في زيادة تركيز كميات ثاني أكسيد الكربون في الجو. نعم. يعني ونقص جزئي في الأكسجين نتيجة الاحتراق، ومن هون ابتدأت العمليات تتفاقم يوم عن يوم، في البداية ببطء، إلا أنه في الأربع خمس عقود الماضية ارتفع مستوى التردي في الأحوال وفي المناخ. نعم. لدرجة أنه وصلنا إلى وضع شبه كارثي فيما يتعلق في التغيرات المناخية. نعم دكتور، كيف تقيمون الأضرار التي تسببها الانبعاثات الحرارية على البيئة ومخاطرها؟ هي بشكل عام هي زيادة في نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، وهذا له تبعات أخرى، لأنه هو ليس ثاني أكسيد الكربون فقط، وإنما بقية الغازات الاحتباس الحراري وفقدان طبقة الأوزون في الطبقات العليا من الجو، ومن ثم نوع من التلوث الهواء وتأثيراته على ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري، وهذا بيؤدي بالطبع إلى ارتفاع حرارة الأرض، ومن ثم التغيرات المناخية، مناطق تحصل على كميات أكبر من الأمطار، مناطق أخرى تحصل على كميات أقل، إلا أنه بشكل عام شدة الأمطار والأعاصير تزداد بشكل كبير فوق المحيطات والأراضي اليابسة. نعم دكتور، هنا ولهذا تبعات طبعا على المناطق المناخية في العالم. نعم. مناطق تحصل على كميات أقل من الأمطار، وهي المناطق اللي أصلا يعني هناك سيول وأماكن أخرى يحصل فيها جفاف. في هذا الإطار أيضا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف ما يحدث الآن في العالم بأنه يأخذ الكرة الأرضية نحو الجحيم المناخي. كيف تقيم ما وصف به غوتيريش الوضع، وضع المناخ في العالم، وهل هناك مبالغة برأيك من وجهة نظري؟ لا، هي للمستقبل ليست مبالغة، يعني سنشهد بعد عقدين أو ثلاثة هذه الكارثة. نعم. أما في الوقت الحاضر ما وصلنا للوضع الكارثي، وإنما نحن على حواف الوضع الكارثي. يعني بالنسبة ذوبان الجليد في الأقطاب وفي الجبال المرتفعة و الارتفاعات درجات الحرارة تشير إلى كارثة آتية علينا بعد عقدين أو عقد ونص أو أكثر شوي. نعم، ليس بعيدا، كلام غير مبالغ فيه للمستقبل القريب. نعم. لا، في هذا الإطار أيضا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقول في تصريح سابق لها أنه جرى أو على الدول الصناعية الكبرى أن تعوض الدول النامية عن الأضرار البيئية. هل تعتقد أن العالم الأول سيتحمل مسؤولياته تجاه العالم الثالث وما يمر به اليوم من أزمات؟ المفروض المسبب في هذه التغيرات هو اللي يتحمل المسؤولية ويعوض الدول التي تضررت. نعم. إلا أنه وجهة نظر بعض الدول المتقدمة أن الصناعات اللي تمت لم تتم لفائدة الدول النامية فقط، وإنما للدول أيضا الفقيرة. يعني لم تصنع السيارات فقط للدول الأوروبية والأمريكية واليابان والصين، وإنما صنعت أيضا للدول الثانية، فهي مساهمة أيضا في هذا الموضوع، إلا أنه مساهمة الدول الصناعية أكبر بكثير. وباعتقادي أنه على الدول الصناعية
وماديا قوية أن تساعد الدول الفقيرة، لأن النتيجة ستنعكس سلبا إذا لم يتم التعويض على الدول الصناعية القوية، وهذا نشوفه من الهجرة من أفريقيا ومن منطقة الشرق الأوسط إلى أواسط أوروبا إلى أوروبا. نعم، من الناحية العملية هل ترى أن العالم بقمامه المناخية يقدم حلولا حقيقية لوقف الانهيار البيئي الذي يشهده العالم اليوم؟ يعني أنا باعتقادي الحلول التي تقدم لحد الآن ليست عملية، ليست كافية، لأنه استمرار زيادة في إنتاج الوقود الأحفوري سواء كان فحم حجري أو بترول أو غاز، والاستمرار كما كان سابقا. حسنا، المفروض تطوير الطاقة النظيفة اللي هي طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الحرارة الأرضية، بما في ذلك المفاعلات النووية اللي هي شيء نظيف جدا، إلا أنه الكوارث فيها مصيبة كبيرة. فيجب عليه يعني خاصة الحرارة الأرضية مؤهلة لتعطينا طاقة إلى ما لا نهاية. لم يطور هذا في خلال خلنا نقول العقود الأخيرة كما يجب. نعم. لأنه استعمال الوقود الأحفوري كان سهل. ولكنه له أثر سلبي على البيئة. وعلى اللجوء إلى الطاقة النظيفة يعني بتسارع أكثر. نعم. هنا أيضا السؤال، لماذا لا تتحرك الأمم المتحدة على الأقل؟ هل أنت معنا دكتور؟ لماذا لا تتحرك الأمم المتحدة على الأقل تجاه أوروبا وأمريكا واللتين تضربان بعرض الحائط قرارات المناخية المنعقدة في دول العالم؟ المفروض أنهم وبسرعة كبيرة يتم تطوير والبحوث في مجال الطاقة المتجددة سواء كان الشمسية أو الرياح أو مثل ما حكينا الطاقة الحرارة الأرضية اللي هي يعني واعدة جدا بالنسبة كمصدر طاقة بديل للوقود الأحفوري. نعم. فهذا يجب تطويره، الحفر إلى أعماق 5-6-7 كيلومتر واستخراج الحرارة الأرضية لإنتاج الطاقة. هذا يجب أن يتم وبالسرعة الممكنة. من عمان أستاذ علوم المياه بالجامعة الأردنية الدكتور إلياس سلامة، شكرا جزيلا لك.